خلينا سلسلتك عن العنف الأسري وزيادة معدلاته وتأثيره في التنشئة. قضية العنف الأسري ده مرفوضة تماما، لا يوجد شيء اسمه العنف الأسري إلا عند عديم الرجولة أو عديم الضمير أو عديم الأخلاق، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهو النموذج لنا في بيته فليكن نموذجا لنا في بيوتنا أيضا، تقول بأنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يضرب أحدا قط بيده، يعني لم يضرب خادما، لم يضرب زوجا، لم يضرب ولدا، لم يضرب حفيدا، بل بالعكس لما جاءه الأقرع بن حابس يسأله بعض الأسئلة وينظر فيما عنده يعني، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين أو يقبل الحسن، فقال يا رسول الله إن لي 10 من الأبناء ما قبلت منهم أحدا، قال أواملك أن نزع الله من قلبك الرحمة، من لا يرحم لا يرحم. فإذا قضية العنف ديت قضية خطيرة للغاية، الدراسات الحديثة كلها تدل على أن هذا يترك أثرا نفسيا في الأطفال. آخر شيء قرأته في يمكن في خلال الأيام الماضية بحث عن الوسواس القهري. الوسواس القهري بيأتي حتى في الجانب الديني، يعني دائما تجد من ملامح الوسواس القهري عند الإنسان أنه يكون يغلب جانب العقاب على جانب الثواب. أيوه. خايف من المعصية كتير أن هي تودي بيه، على الرغم ما بيعملش معاصي بس موسوس. لما يجي تطهر تجد بأنه شاكك في الوضوء. مظبوط. شك كتير، يعني مش شك مرة، لا ده شك كتير، حتى أن أحد الأطباء النفسيين يمكن دكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي في جامعة الأزهر الشريف بيحكي عن بعض المرضى عنده بأن كانت يعني كان هذا المريض مدخل يغتسل غسل الجنابة يظل ساعات وساعات، وربما يخرج ويدخل مرة ثانية، يعني يخرج بالملابس ويقول ده أكيد الملابس دي جه عليها نقطة مية من اللي كنت بستحمى به، ويتشكك في كل شيء. هذا في الحقيقة لما نبحث، بعض العلماء لما بحثوا في أسباب الوسواس القهري وجدوا أنه كان في نتيجة عنف أسري في التنشئة، وفي التنشئة وهو ما زال صغيرا. ولذلك نحن نقول للآباء والأمهات الضرب لا يفيد والعنف لا يفيد بحال من الأحوال، وإنما القدوة والطيبة والهدوء هو الذي يربي الأولاد تربية حسنة على الأخلاق الحميدة. الأخلاق هي الجزء أو هي المحور الذي ينبغي أن نركز عليه في تربية أولادنا، العبادة والأخلاق وقضية الرقابة التي يغرسها بالسلوك اليومي لدى الأب والأم. فالعنف لا ينتج شيئا طيبا، إنما الذي ينتج شيئا طيبا نتعامل من خلاله هو هذه الأخلاق الحميدة التي عند الوالد وعند الوالدة، والتفاهم الذي بينهما. بلا شك ابني بيشوف هذا السلوك وابنك بيشوف هذا السلوك وبيتربى على هذا الأمر الحسن.